أهلا معكم أخوتي، سلام ربي يصحب قلوبكم. إن شاء الله بينعاد عليكم عيد انتقال ابنا مريم العذراء. كان بس هيك كلمة صغيرة بخصوص المهرجانات اللي كانت عم بتصير. صراحة أنا من كل قلبي حزنت إنه شفت عدة مهرجانات، من بينها صراحة يعني كنت عم بقلب حتى أشوف إنه هلأ يرتلوا للعذراء، هلأ يحكوا عن العذراء، هلأ يطلع يقول واحد اليوم نحن بليلة عيد السيدة شو بدنا نعمل. اليوم عم بيحكي عن العذراء، عن فضاء العذراء، عن كيف انتقلت إلى السماء. على أساس هو مهرجان للعذراء، يعني مفروض إنه على القليلة إذا مهرجان للعذراء نحكي شيء عن العذراء. لأنه أنا بشوف مثلا لما يكون مهرجان لزعيم معين كل الوقت بتكون أغاني لهيدا الزعيم، كلمات عن هيدا الزعيم، عن خصائصه، عن شو عامل، عن شو مساوي. طب هيدي ليلة عيد العذراء ويوم عيد العذراء وعيد السيدة إن شاء الله ينعاد عليكم جميعا، ما سمعت ولا أغنية للعذراء، ما سمعت ولا ترتيلة للعذراء، ما سمعت ولا أي كلمة أو مباركة أو صلاة للعذراء. هاي هي المهرجانات اللي بيحيها الفنان الفلاني، الراقصة الفلانية. هلا هيك صار بدنا نحيي عيد العذراء؟ أنا ما حال أي شيء إلا بس إنه حزنت من كل قلبي. ويا ريت تبقوا ما تسموا المهرجان باسم عيد العذراء، سموه بحي الله اسم، الا ما تحطوا العذرة بهالمهرجان لانه ما لها محل، لانه انتم ما عم بتخلوا لها محل ولا كلمه ولا صلاه ولا شيء. يا اخي هيدا عيدها، هيدا ليله عيدها، عم بتذكروا الكل وعم بتحيوا رئيس البلديه وعم بتحيوا الوزراء وعم بتحيوا النواب اللي معكم المسؤولين، ما حدا عم يذكر العذرة. يا جماعه هيدا عيدها، وعم بتعملوا مهرجانات، عم بتغنوا للوطن وعم بتغنوا للسياسه وعم بتغنوا للتفاح وعم بتغنوا للعنب وعم بتغنوا للتين. وين اغاني العذراء؟ وين تراتيل للعذراء؟ وعوا على شو عم تعملوا، الله يسامحكم. بس يا ريت بتخففوا شوي من هالمهرجانات، اعملوا مهرجان الصيف، مهرجانات قايب عندكم الصيفيه كلياتها، ما تنطروا يوم عيد السيده يوم عيد العذراء وتقولوا مهرجان عيد السيده، اعملوا معروف. ما حاحكي اكثر من هيك، والله يسامحكم.